هذا حمام نقطة الشهيد العالمية بالكويت، وهذا المطيار مطيار ساعتين ونص بالضبط، ساعتين ونص الحمام ما حط رجوله على اللفت. والله يوفق الجميع إن شاء الله. مطيار، هذا دخول حمام نقطة الشهيد العالمية بالكويت اليوم 24/10/2018، دخولهم لوجبة العشاء. والله يوفق الجميع. طبعا اكثر من 1500 حمامة راح تشوفون الدخول السريع للحمام فترة العشاء. هذا حمام نقطة الشهيد العالمية بالكويت، توا واصل من مسافة 50 كيلو مطيار على اللب نص ساعة، وأمس واصل بعد تدريب 50 كيلو، وهذه وجبة الصبح الريوق. والله يوفق الجميع إن شاء الله.
اليوم طبعا 6/12 وهذه وجبة ريوق حمام نقطة الشهيد العالمية بالكويت بعد المطيار الصبح. والله يوفق الجميع ان شاء الله.